ومتابعة لمساعي السلطات. بيانات الداخلية الجزائرية، معنا من ضواحي تيزي أوزو إلى الشرق من العاصمة الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي. أضخم المساحات الحرجية في المنطقة العربية هي في الجزائر مهددة، هنالك إجراءات مضنية مستمرة منذ أيام، ماذا في المحصلة ناهد بعد تقارير الداخلية؟ بالفعل روبير، يعني عمليات الإجلاء لا تزال متواصلة على مستوى العديد من المناطق هنا في الجزائر بعد الحرائق التي اندلعت في توقيت واحد من ليلة أمس الاثنين. طبعا في العادة أولا نحن نتواجد بضواحي مدينة تيزي أوزو شرق العاصمة الجزائر، وكما ترون يعني عملية الإخماد انتهت منذ قليل فقط على مستوى هذه المنطقة. هناك المساحة يعني كما تشاهدونها يعني محترقة بالكامل، وألسنة النيران ممكن أن تندلع بين الفينة والأخرى وتعاود التقدم نحو المنازل. وهو يعني المشكلة أنه هنا في الجزائر يعني بين الأحراش والغابات تقطن العائلات التي تمتهن زراعة المواشي، فلهذا كانت الحصيلة نوعا ما ثقيلة ومرشحة للارتفاع ما بين كما أعلنته وزارة الدفاع سواء من ناحية المدنيين أو حتى العسكريين، يعني العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة موجودين حاليا على مستوى المستشفيات التي أعلنت حالة التأهب القصوى. كما قلت روبير، بالفعل هذه الحرائق اندلعت في توقيت واحد على مستوى أكثر من 16 منطقة هنا بالجزائر، ما يقارب 100 حريق لازالت لحد الآن المصالح المدنية والعسكرية، يعني حتى الطائرات العسكرية الهليكوبتر لازالت تحاول إخمادها. عمليات الإجلاء كما قلت لا تزال متواصلة، وربما ستعلن السلطات عن فتح تحقيق في الموضوع لأن التوقيت كان واحد لاندلاع هذه الحرائق. العام الماضي نستذكر الموضوع روبير عندما ظهر وزير الداخلية وأعلن عن فتح تحقيق، وبعدها قال وأعلن على أنه كانت بفعل فاعل، فربما ننتظر من السلطات الجزائرية حسب مصادر أن تعلن عن فتح تحقيق في الموضوع. كما قلت عملية الإجلاء لا تزال متواصلة، حسب بيان وزارة الداخلية تم إجلاء أكثر من 1500 شخص على مستوى العديد من المناطق، وعمليات الإخماد الحرائق لا تزال متواصلة كما ذكرت لك روبير سواء من الناحية المدنية أو العسكرية، يعني هنالك تسخير كبير حتى من قوات الجيش للإطفاء. نهد، حيث أنت الآن هنالك غابات معمرة، غابة بلوة، ولكن هنالك أيضا استخدام عبر الطوافات للإطفاء عبر مجاري مائية أنهر، كيف ستكون ساعات الليل المقبلة ونحن نتابع تصاعد ألسنة النيران وسحب الدخان من محاولات إخماد هذه الحرائق هذه اللحظة؟ ذكرت البيانات الرسمية هنا في الجزائر أنه ما أعاق نوعا ما عمليات الإطفاء في الجزائر هي أولا روبير ارتفاع درجات الحرارة. لم تشهد الجزائر تغير في المناخ وارتفاع لدرجات الحرارة، إذا كان في العاصمة فقط وصلت وارتفعت درجة الحرارة أكثر من 50 درجة فما بالك بهذه المناطق الشرقية التي وهي الغابية التي تتأثر بتغير المناخ. وأيضا الرياح، سرعة الرياح أدت في انتشار وسرعة انتشار هذه الحرائق من ولاية إلى 4 ولايات ومنها إلى أكثر من 16 ولاية. منذ قليل فقط أعلنت ولاية المدية عن بداية اشتعال أيضا بعض المناطق بها. إذا المناخ ودرجة الحرارة وسرعة الرياح تثير مخاوف السكان، كما نحن هنا وسط هذه المنازل تثير مخاوفهم، وهم يستعملون الطرق التقليدية للإطفاء في محاولة لمساعدة عناصر الدفاع المدني، يعني يستعملون وسائل تقليدية ومنها أيضا الأتربة في محاولة لعدم وصول هذه النيران إلى منازلهم. طبعا بعدما تم إجلاء عائلاتهم من المنطقة التي نتواجد بها، تم إجلاء والقرية التي نتواجد بها تم إجلاء معظم العائلات المتواجدة بها. إذن أكيد روبير المخاوف لا تزال مستمرة لأنه إخماد الحرائق هنا بالجزائر لم يتم الإعلان عنه من قبل السلطات الجزائرية. هم تحدثوا عن محاولة لإخماد كل النقاط هنا في الجزائر، لكن أن تم إخماد نقطة فقط من هذه 16 ولاية فلم يتم إلى الآن الإعلان رسميا عن هذا الإخماد روبير. بالفعل وهيئة الأرصاد الجوية الجزائرية كانت رفعت التحذير من اللون البرتقالي إلى الأحمر إثر موجة الحر، ارتفاع درجات الحرارة والظروف المناخية القاسية التي حدثت عنها الزميلة ناهد زرواطي. سنواكب معك مباشرة، أنت الآن في تيزي أوزو شرق العاصمة الجزائر، عملية إخماد الحرائق الهائلة.